السيرة. في ظلال السيرة. أبو بصير في المنافي وأبو جندل في الطريق. وقف الشاب أبو بصير أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، وقف وأنفاسه تفوح موتا، فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. ثم سكت منتظرا قرار قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. سكت فكان الرد رسالة تفتح لأبي بصير كل الخيارات وكل الحلول إلا دخول الدولة الإسلامية. هتف صلى الله عليه وسلم به: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. كلمات تقول لهذا المضطهد: دافع عن نفسك، لكن خارج حدود الدولة الإسلامية. فأدرك أنه سيقبض عليه إن طال مكثه. خرج أبو بصير من المسجد على الفور، وهب إلى راحلته ووثب عليها، وبقي الوثني في المسجد. انطلق أبو بصير مغادرا الدولة الإسلامية الحلم، مدركا أن لا مكان له على الأرض إلا ظل سيفه، لكنه يدرك أن الاعتداء على الأبرياء جريمة، وأن الحرب التي سيسعرها لن توجه إلا لمن اضطهدوه، لمن حرموه العيش بسلام بجوار نبيه وداخل دولته. فر أبو بصير فلم يجد أنسب من الساحل. أما طواغيت مكة فغلوا غضبا مما جرى، وتسرب خبر أبي بصير لأبي جندل بن سهيل بن عمرو وهو في زنزانته، فقرر التخطيط للهرب مرة أخرى ونجح. فلم يتجه إلى الدولة الإسلامية، بل أخذ يتحسس أخبار أبي بصير. كان متخفيا يسأل ويسأل حتى علم أنه على سيف البحر، فانطلق يذرع المكان حتى التقى به. وهناك بدأ التخطيط لتحويل هذا الساحل إلى كابوس كالجحيم يحرق طواغيت قريش وحدهم. يقول ابن الأكوع: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، وتركوا لقريش النواح والندم على تلك الشروط التي زرعت في طريقها أولئك الأسود، زرعت أولئك الشباب الذين أودعوا الزنازين وعذبوا، ومنعهم طواغيت مكة من حق الحصول على المواطنة في دولتهم الإسلامية، منعوهم من سلوك أي طريق نحو الحياة الطبيعية، وألجأتهم إلى طريق واحد، طريق العنف المضاد، فحولوا طرق الوثنيين إلى رعب وتلفت، إلى نهر تهدر فيه دماؤهم وكرامتهم. دمروا اقتصاد قريش بقطع شريان تجارتها مع الشام. لكن ماذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟
أليس قائد الدولة الإسلامية شريكا فيما يحدث لقريش من رعب؟ إطلاقا. فمحمد صلى الله عليه وسلم في حل مما يجري، ولا مسؤولية عليه ما دام هذا العنف لا يمارس داخل دولته ولا ينطلق منها أو بدعم منها، فقد فعل صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله غيره، رفض استقبالهم وحمايتهم تنفيذا لشروط طواغيت قريش في الوقت الذي يتمتع فيه مبعوثهم بالأمن داخل المسجد. فمن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من مثله في تحضر ورقي قيادته؟ في ظلال السيرة.